سرايا السلام تتوعد وتعلنها: سيرى أعداء الأغلبية الوطنية استعراضا عباديا لا مثيل له الجمعة المقبلة. تيار الحكمة من أعداء الأغلبية الوطنية بالمناسبة، كونه جزء من الإطار التنسيقي، والإطار التنسيقي بنظر التيار الصدري هو من أعداء الأغلبية الوطنية. ألا تثير لديكم المخاوف مثل هكذا تصريحات من قبل سرايا السلام؟ يعني سرايا السلام اللي هي الجناح المسلح للتيار الصدري، ألا تثير لديكم المخاوف؟ شوف، نحن الأقرب للتيار الصدري والأخوة في التيار الصدري، ولكن كل التهديدات اليوم اللي نحكي عليها، وكل اللي أشار إلى الأستاذ الكريم الفاضل، أنه اليوم السلاح المنفلت أو السرايا اللي خارج الدولة أو التصرفات خارج الدولة أو التظاهرات اللي تطلع في الشارع، يعني كونكم القريبين أنتم الأقرب للتيار الصدري، يعني ضامنيها أنتم بالسيف سايد معناها؟ لا لا لا، مو هيك. لا انت تدور، احنا شوف، انت تدور، احنا الاقرب للتيار الصدري، يعني وانتقلت الموضوع ثاني. لا لا، اقصد يعني اقصد نحن مو طمعانين بالسلطه، ونحن نقول من اول يوم بعد خروجنا من الانتخابات ايش قلنا الدستور هو مبني على التوافقيه السياسيه. لو لاحظت جنابك الكريم بكل فقرات الدستور، من فقرة 68، فقرة 123، لكل فقرات الدستور، حتى بالفقرة 123 لو راح نطلع خارج الموضوع، تقول هناك مجلس رئاسي مو رئاسة الجمهورية، يعني يكون مشاركة بالحكم، مو رئيس جمهورية هو اللي يتفرد. ولهذا السبب هو الدستور العراقي مبني على الشراكة منذ 2003. فإذا نريد نرجع للذاكرة، فكان سرايا السلام مشاركة، والتيار الصدري كان مشارك حتى في جزء من عبارات الدستور. ولهذا السبب واليوم الدولة يعني اللي موجودة أو الكيانات اللي موجودة، في مدراء عامين، في أمين عام لمجلس الوزراء هو أيضا من التيار الصدري، هناك وكلاء وزراء أيضا من الأخوة من التيار الصدري، فهم أيضا مشاركين بالحكومة ومشاركين بقوة. هم مو خارج العمل، هم خارج البرلمان حاليا، يعني بس هم اللي رادوا خارج البرلمان، لكن هم في الحكومة موجودين وممثلين بقوة. لكن نحن نريد، شوف جنابك الكريم، هذه المرحلة خطرة للعراق وللمنطقة. اليوم أمريكا في حرج، أوروبا في حرج، تنتظر المارد في الخليج، في الشرق الأوسط يعني، وفي الخليج العربي تحديدا. واليوم العراق هو الوحيد اللي يصدر النفط، 4 ملايين برميل نفط، يصدر غاز، فهو بالنسبة لهم المفتاح السحري لهذا. فيجب نحن نركز على الحكومة المقبلة، ويجب أن تكون الحكومة المقبلة هي مفتاح السحري للحل السياسي.